ليونيد سوكينيني المحلل السياسي الروسي. سيد سوكينيني، يعني طبول الحرب تدق مع يعني تدق في إدلب، في ظل ذلك أو في ظل العلاقات الروسية التركية التي تزداد قربا، ما الذي ستربحه موسكو من هدم منطقة خفض التصعيد في إدلب الذي يمثل بالمناسبة ضغطا كبيرا وإضافيا على تركيا؟ روسيا قبل كل شيء تهتم بالحل السلمي لقضية إدلب كغيرها والملف السوري بكامله. روسيا لا تستطيع أن تربح هي وحدها من حل هذه القضية، بس يجب أن تربح كافة الأطراف المعنية بحل قضية إدلب حلا سلميا طبعا قبل كل شيء، كخطوة مهمة إلى الحل الأزمة في سوريا عن طريق المفاوضات وبحثا عن الحل السياسي لهذا الأزمة العالقة. طيب كيف يمكن أن تقوم ذلك، كيف يمكن أن تقوم بذلك روسيا بدون أن تهدد حياة 4 ملايين مواطن سوري؟ روسيا تجري المحادثات مع الفصائل المسلحة في إدلب خلال الأيام، والحل هذا لا يتوقف على الموقف الروسي بل يتوقف على موقف الفصائل المسلحة المعارضة والإرهابية المقيمة في إدلب. إذا كان هي تهتم بحياة وإنقاذ المدنيين فطبعا في هذا الحال يمكن التوصل إلى المصالحة. القضية ليست الآن في يد روسيا، ولكن القضية الآن في يد المسلحين.